بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء. النهارده الخميس وحلقه الخميس دايما بجيب فيها ست حلوه منوره كده. والحقيقه الست ضيفتي النهارده هي بجد منوره ونورها غطى على ناس كتير قوي، لانه انا سمعت عنها وبقالي فتره بسمع عنها، بيقول لك دي اسمها ام الغلابه، دي بتاكل ناس كتير قوي، دي هي اللي بادئه حاجه اسمها يعني زي مائده رحمن او حاجه كده. ماشي في رمضان؟ لا مش في رمضان، ده طول السنه. يعني بقالها سنه؟ لا ما بقالهاش سنه، ده بقالها 35 سنه بتاكل الناس كده مجانا. طيب يعني يا ست كبيره بقى، يعني حاجه كده بقى تمانينايه كده، بقالها 35 سنه؟ لا ده بدات تاكل الناس من عندها 17 سنه. الله، لا هاتولي الست دي بقى. حاجة عزيزة عبد العليم، ام الغلابه، ازيك يا قمر؟ اهلا وسهلا بحضرتك، انا سعيده جدا ان انا معاك النهارده والله. الله يكرمك ويبارك لك. انا عايزه من زمان، من قبل ال 17 سنه. يعني انت صغنونه متربيه ايه؟ انتوا كنتوا 9 اخوات؟ لا احنا 7 اخوات، احنا متربين طبعا في بيت ريفي في المنوفيه. فطبعا انا وانا صغيره كان حلم حياتي كله ان انا ما اشوفش حد جعان. يعني كل التفكير وانا طفله ان انا ما اشوفش حد جعان او محتاج لبس. يعني كان الحاجتين دول كانوا مركزين معايا قوي بالنسبه للبس والاكل. اشمعنى؟ كان حلم حياتي ان انا ما اشوفش حد. طبعا احنا عايشين في بيت ريفي، زي ما كل بيت ريفي عايش بيحب يعمل طبعا يعني اراضي وبيوت وكده، فالاطفال الصغيره بتبقى رايحه في الرجلين. فاحنا كنا ايه، يعني والدك كان مشغول بشغله دايما، بشغله بقى، وان هو يبقى عندنا. والدتك ماتت وانت صغيره؟ لا ده لسه متوفيه قريب والدتي. فطبعا كاطفال، يعني احنا كاطفال بقى عارفين، فانا كنت واخده على خاطري جامد الموضوع ده. كنت دايما واخده على خاطري في مكان كده بنخبز فيه، بنسميه عندنا القاعه. القاعه دي بنخبز فيها العيش. القاعه؟ فالقاعه دي بيبقى اللون بتاعها لون التربوزه دي كده، ماشي، بني. فكنت ما بخش اتكلم مع ربنا في القاعه دي. الله. والله اخش اتكلم مع ربنا مع نفسي كده، عامله نفسي مكان لما احب اتكلم مع ربنا اخش المكان ده. كنت دايما واعد ربنا لو ربنا كرمني يا رب وكبرت وطلعت من البلد مش هخلي حد جعان. ازاي بقى؟ معرفش هتبدا ازاي. هو انت كنت بتنامي من غير عشاء؟ لا ما فيش حد، يعني كنا بنمر بظروف، كنا دايما بنمر بظروف صعبه كتير. دايما بيقول لك ايه، اصل ما حدش بينام من غير عشاء. لا في ناس كتير بتنام من غير عشاء طبعا، في كتير بيناموا من غير عشاء. ومش قدام الناس بيبقوا ناس الله اعلم بحالهم، بس في ناس كتير بتنام من غير عشاء. الحاجات دي احنا ورينا بيها كلنا يعني.